مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. يلا مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة اليوم زوج وصفات كما جرت العادة. يلا الكرة السوسية هكذا باش تماركي ولا تدون كل المقادير وطريقة تحديد أحد الوصفات. وكذلك ما تنساوش رقم الهاتف اللي حيظهر في أسفل الشاشة، بإذن الله راح نستقبل مكالماتكم إن شاء الله. يلا اليوم جبت لكم مشاهدينا الكرام، جبت لكم كرواسون اللي راح نديروه صالي، نديروه مالح بالخضرة وشوية تاع الطون، طريقه بنينه وناجحه 100%. والوصفه الثانيه راح تكون تشيز كيك اللي طلبتوه نتوما مني ان شاء الله، والناس اللي طلبوني في الدزيريات والقنيدلات وما يشبه ما نسيتكمش باذن الله راحين نديروهم. يتبعوا معايا الوصفه الاولى. الوصفه الاولى نسحقوا هنا العجينه، عندكم هنا نص لتر تاع الماء يكون دافيه، نص لتر تاع الماء يكون دافي، زوج مغارف كبار حليب غبره، وعندكم زوج مغارف كبار تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع خميره تاع الخبز، وعندكم مغارف كبيره تاع الزبده، وفنجان صغير تاع لاتاي تاع الزيت، وعندنا كذلك فرينه باش نطمو لاباط. نعاود لكم العجينه، قلنا نص لتر تاع الماء، حبه بيض كامله، زوج مغارف كبار خميره تاع الخبز، قلنا مغارف كبيره تاع الزبده ولا مارغرين تكون طريه، زوج مغارف خميره تاع الخبز، زوج مغارف سكر، وعندكم فنجان صغير تاع لاتاي يعني فنجان غير صغير تاع الزيت، وفرينه باش نطمو العجينه تاعنا. بالنسبه للحشو تاع هاد الكرواسون كيما تحبوا نتوما، انا اللي ما حنستعمل بصل، طوماطيش، حبه فلفل حلو، وشويه تاع طونه، ملح وفلفل كحل. هذه هي الحشوه تاع هاد الكرواسون. يلا مشاهدينا الكرام ما نطولش عليكم، نروحوا نبداو طريقه تحضير تاع هاد الكرواسون. رايحين نحضروا العجينه، انتما في الدار العجينه خليوها يعني طموها وخليوها تخمر شويه باش هاد الكرواسون يجيكم باش تفاصونيوه يجيكم ساهل. وفي نفس الوقت رايحين نطيبوا الحشو نتاع هاد الكرواسون. شوفوا معايا هكذا بهاد الطريقه، قلنا عندكم نص لتر تاع الماء ندفيوه، هكذا هنا حطوا شويه زيت هكذا بهذه الطريقه. شوفوا لاباط كيما مدارين نديروها سهله، نحطوا السكر هكذا، نزيدوا خميره تاع الخبز بهذه الطريقه، ونزيدوا كذلك زوج مغارف كبار حليب غبره، هكذا نخلطوا هاد المواد الجافه مع بعض. يلا نروح نستقبلوا اول مكالمه لنهار اليوم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي كمال، واش راك لاباس؟ اخويا فارس لاباس؟ ولا غير الحمد لله، الله يهنيك. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. لاباس؟ ولا غير الحمد لله، واش راكم نتوما؟ ولا غير لاباس راني خويا. الحمد لله الحمد لله، تفضل سي كمال. عندي حاجه كم دايرينها تاع السكر. نعم. ناكله. نعم. حاب حاجه من السكر. مرض السكر هكذا؟ فوالا خويا. ماليه ماليه، على بالي كاين بزاف ناس اللي يعيطوا لي على ريجيم وعلى الناس اللي مرض بالسكر. ان شاء الله راح ندير لكم واحد اربع حصص ولا خمس حصص خصيص لكم انتوما ان شاء الله. فوالا ربي يحفظك، منور الشاشه عندنا. الله يسلمك يطول عمرك. ربي يحفظك خويا. بارك الله يحفظك. الله يسلمك تعيش طول عمرك، شكرا لك. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، ركزوا معايا على بالي راني نزل بشويه لانه الوقت ما عندناش بزاف. شوفوا هنا قلنا الا درتوا الحشو كيما انا تاخذوا قلنا حبه عبصل تكون ولا زوج يكونوا متوسطين، وتقطعوهم شرائح بهذه الطريقه. راح ندبلوا هذا البصل شويه، شوفوا معايا هكذا هكذا بهذه الطريقة. نزيد هنا حبة تاع فلفل حلو، والتوابل هنا قلنا عندنا ملح وفلفل كحل، شوية تاع الملح
ونزيدوا شويه فلفل اسود هكذا بهذه الطريقه. هنا راح نزيد قلنا هنا جوج حبات طوماطيش بعد ما تقشروهم وتقطعوهم مربعات ونخليو هذا الحشو تاعنا يطيب. قلت لكم الحشو ديروا واش حبيتوا نتوما، تحبوا ديروا اللحم مفروم، تحبوا ديروا الدجاج كما حبيتوا نتوما. شوفوا هكذا دونك هنا نخليو قلنا هكذا نخليو هذا الحشو تاعنا يطيب. نعاود نوليو هنا للعجينه تاعنا. درنا قلنا نص لتر تاع الماء يكون دافي، زوج مغارف كبار تاع خميره تاع الخبز، وزوج مغارف تاع السكر، وزوج مغارف كبار حليب غبره، نزيد حبه تاع بيض هكذا، ونزيد كذلك قلنا فنجان صغير تاع الزيت هكذا، ونزيدوا مغرف كبيره تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه. يلا نروحوا نستقبلوا اول ولا ثاني مكالمه لنهار اليوم. الو السلام عليكم ام عصومي. السلام عليكم. واش راهم الناس غير غليزان؟ كيف داير اخ فارس راك مليح؟ والله غير الحمد لله. واش راك انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. ام عصومي من غليزان. مرحبا بك مرحبا بك. كيف داير غايه راك مليح؟ والله غير الحمد لله الله يهنيك. واش راكم انتوما؟ لاباس والله رحمه ربي. المهم نشكرك على الوصفات الناجحين 100%. الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله سيغتو ديك العجه بالخضره الله يبارك. الله يسلمك بصحتكم. بطبوط الله يبارك ثاني بصحتك وكبرتوا شويه هذه المره ما درتوش صغير. انت درت انت درتي بطبوط. البطبوط بصح كبير شويه، كبرت الحبه شويه ما يقدهم شيء. بصحتكم بصحتكم. راكم مليح. ولا غير الحمد لله الله يهنيك. اخ فارس هذا الكرواسون اللي درتو صالي لابيغ هذيك لابيغ فايتي ولا نورمال؟ لا لا عاديه ماشي فايتي. ماشي تاع التوريق عاديه. هايا وزوج مغارف كبار خميره ياك؟ زوج مغارف كبار ايه. ايوا صحيت وبارك الله فيك. الله الله يسلمك بارك الله فيك. بغيت نسقسيك على الرز اللي دار لكم عمي حسن عجبكم؟ هايل. هاو انتم كليتوا انتم بصحتكم. هايل الرز اللي داروا عمي حسن ولا اروع. سيغتو مع هذيك الكموسه اللي انت راك خلعت فيها هذيك الكموسه الكموسه. الكموسه السر كاع هذيك الكموسه. والله تشوف فيها كاع هذيك الكموسه. حاجه طاب سكري. قال لك عمي حسن هذيك الكموسه تبعد العين. اها نيشان هذيك هي بصح قولوا لنا غالب راك بعيد علينا. شجر بالك بان ونشرو عليك. الله يسلمك تعيش. المهم نقول لك الحمد لله راكم بخير في كاع الطاقم فما. الله يسلمك تعيش. بزاف بزاف على الوصفات راك ناجح في القمة. بارك الله فيك. شكرا لك سيداتي. شكرا شكرا لك يعطيك الصحة. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام هاي لك العجينة تاعنا. دوك نبداو نديرو فرينة. قلنا مغرف كبيرة تاع زبدة ولا مارغرين ماشي تاع التوريقة يعني مارغرين عادية هكذا كيما كل مرة نوصيكم العجينة ما تيبسوهاش بزاف تكون شاده روحها برك باش هاد لي كرواسون تاعكم يجيكم خفاف. شوفوا هكذا وقلت لكم الحشو ديروا الشيء اللي حبيتو. ها هكذا يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم سيده زهره. واش راك خاطر لاباس؟ واش راهم الناس بالراقي؟ لاباس طيب في المولك. الحمد لله. واش اخبارك؟ لاباس مرحبا بك. لاباس الحمد لله الله يهنيك. الحمد لله الحمد لله. انا نشوف الكرواسون هذايا بلا ماشي بلا بات فيتي. لا لا ماشي بلا بات فيتي. صافي عجينه عاديه وراح نديروه ويخرج بنين بزاف وناجح 100%. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اليوم نسيوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا قلت لبناتي كتبوه باش تسيوه العشيه. تاع العشاء هذا. العشاء ان شاء الله ان شاء الله بصحتكم. الله يسلمك يعيشك يطول عمرك. فارس ثاني دير لنا قلت لك الخفاف دوك لا غونتخي الناس كاع يحبوا يديروا الخفاف على ولا الخفاف. الخفاف لازم ما يكون لا خاطرك. هذه الايامات قبل من الدخلات قبل دخلات على المسجد ما كاش مشكل. ان شاء الله يلا ونعاود لكم البغرير. ان شاء الله ان شاء الله. بدلنا في الخفاف ما كاش مشكل. ان شاء الله ان شاء الله تجيهم سنه دراسيه خفيفه ان شاء الله. ان
ربي ان شاء الله هذا ما كان. يعطيك الصحه. شكرا لك سيداتي، شكرا. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، هاي لك العجينه تاعي، عجنوها ما تكونش يابسه، لانه دوكا حنزيدو نحلوها بالفارينه باش ما تيبسلكمش بزاف. شوفوا معايا هكذا، هاي لك هكذا بهذه الطريقه. شوفوا العجينه تاعنا، هاي لك شوفوا تكون طريه. شوفوا هاي لك، انتوما في الدار خليوها تزيد تخمر شويه. يلا هنا خلاص، دونك واش راح نديرو؟ تبعوا معايا، راح نحي هذه منا. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو، انقطعت المكالمه، معليش. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، عطيتكم في المقادير، قلنا نديرو مغرف كبيره تاع زبده ولا مارغرين في العجينه، وفنجان صغير تاع لاتاي تاع الزيت. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. دونك الحشو تاعنا راهو واجد، نزيد له غير الطو هنايا. قلت لكم انتم تحبوا ديروا دجاج، تحبوا ديروا لحم مفروم كما حبيتوا. واش راح ندير دركا؟ تبعوا معايا، ومن بعد عندكم انتم في الدار، انتم في الدار لاباط خليوها تخمر شويه. شوفوا شوف علاش قلت لكم ما تيبسوش لاباط، لانه حنزيدو نحلوها بالفارينه هكذا باش ما تيبسلناش هكذا. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو، مساء الخير خويا فارس. مساء النور، واش راكم لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. واش راكم سيده نورا؟ واش راهم ناس عنابه؟ والله الحمد لله، نسى حمد ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الوصفه تاعك هذه عجبتني. الكرواسون كرواسون. يلا بصحتكم. الحمد لله الحمد لله، ربي ان شاء الله العشيه نوجدها. يلا بصحتكم، بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. يا خير، حبيت لاغوسيت تاع البتي فوغ برك اللي درتيها وما لحقتش عليها. معليش اقعدي معنا، دوك لك فاني الوقت نعاودها لكم. داكور ان شاء الله. ربي يعينك وربي يحفظك، بارك الله فيك، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، نديرو كيما نواسيو لاباط فيتي، ولكن هاد الزبدة قلت لكم اللي استعملتها ماشي تاع لاباط فيتي. يا شوفوا عندكم هنا حوالي 100 غرام حتى 150 غرام تاع الزبدة، تمشيوها كامل هكذا. شوفوا هكذا، شوفوا هكذا. شوفوا واش ندير دركا، نغلق هذه كيما نواسيو لاباط فيتي هكذا بهذه الطريقه، وحاولي تغلقوا هنا وتزيدوا هنا هكذا. هكذا ونحل العجينه تاعنا. شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا هكذا، دوك نزيد لها تور واحد اخر. شوفوا درت الاولاني، نزيد دوك الثاني كيف كيف نفس الشيء، نطويها نطوي هذه الجهه ونزيد الاخرى من الفوق، وتكون لاباط تاعنا حاضره وجاهزه باش نبداو نواسيو لي كرواسون تاعنا.
شوفوا هكذا بهذه الطريقة. هكذا. هنا دوك نزيد نطويها ونخليها ترتاح شوية برك ونعاود نحلها ونبدأ نخدم. شوفوا طويوها هكذا ونزيد هكذا نخليوها ترتاح شوية. شوفوا هكذا من بعد نعاود نحلها ونبدأ نخدم لي كرواسون تاعنا مباشرة. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم سيدة ليلى، واش راكي لاباس؟ لاباس يا عزيزتي، شوفك كيف فارس. الحمد لله الله يهنيك، واش راكم انتم؟ والله غير الحمد لله، واش راكم انتم لاباس؟ والله نحمد ربي نشكر الحمد لله. شوف فارس نشكرك على المجهودات اللي راك تقوم بها. الله الله يسلمك يطول عمرك. الله يسلم هذوك اليدين. الله يسلمك تعيشي. الله يبارك فيك. يبارك فيك. شوف فارس راح نسقسيك برك على وصفة كنت درتها تحلية. اللي هي؟ اللي هي تاع السميد واللحظة هذيك المحمصة والنيسلي. اها ايه درتها ما صلحتليش ماشي لو فون هذاك دو طاخ، ما صلحليش هذيك تاع الحليب المحلى واش واش اللي ما صلحلكش لو فون ولا لا كريم ما صلحتلكش؟ لا كريم اللي فوق ما صلحتليش. انا درت اخي قلت انت يا دو بوا تاع الحليب المركز اها و16 حبه تاع فورماج اها وي انا درتها قعدت سائله ما تلمتش ما جمدتليش. وعلاش ما زدتي لها شويه فرماج؟ ما هذه اللي ما توجدتش. زيدي لها شويه فرماج. جيت بورسيون ما جاتش. اسكو كاين فرماج سبيسيال ولا نيمبورت كيل فرماج؟ شوفي ماشي فرماج سبيسيال، فرماج اللي ما فيهش بزاف الملح. فرماج تاختيني. انا درت بون ما على باليش الا نقدر نهضر على الماركه، درت كيري. ايه مليح ولكن زيدي شويه. زيدي شوفي زيدي شحال جاتك بزاف سائله ولا غير شويه برك؟ بزاف سائله والله ميم حطيتها في الكونجيلاتور وما لازم تزيد لها زيدي لها شويه فروماج. بروبليم تاع فروماج. زيدي لها شويه فروماج برك. بارك الله فيك. الله يسلمك تعيش. ربي يعاونك ميرسي بوكو. شكرا بارك الله فيك شكرا. تبعوا معايا هنا مشاهدنا الكرام. دونك هنا راح نزيد ثلث علب تاع الطونه بالزيت ولا طماطم. وقلت لكم الحشو ديروا واش حبيتوا. شوفوا معايا انتم الحشو دائما وجدوه من قبل باش يبرد. شوفوا هكذا هنا خلاص الحشو تاعنا راه واجد. نجيبو برك سنيوال يدخل للفرن. شوفوا معايا ونخليو هذا الحشو هنا. قلنا انتم دائما الحشو وجدوه من قبل هكذا باش يبرد باش ما يتعبكمش، ومن بعد كي تكونوا تحلوا العجينه تاعكم ما تقطع لكمش. يلا نبداو هنا نحلوا العجينه تاعنا. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيداتي على سلامتك. الله يسلمك يا عيشك طول عمرك. منين راكي تكلمينا؟ من الاربعاء. الاربعاء مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. نشكرك بزاف على الحصه هذه. الله يسلمك يطول عمرك شكرا لك. يعيشك. الله يسلمك. راكم منورين الشاشه. شكرا لك. بكم انتوما شكرا. تفضلي سيداتي. الو. انقطعت المكالمة معليش. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام دونك نحلوا العجينة تاعنا بهذا الشكل. هكذا
شوفوا العجينه شحال تجيكم سهله، كي ديروها شويه طريه قلنا. شوفوا هكذا شوفوا حلوها تكون على شكل مستطيل. هكذا هنا خلاص. دونك نبداو نخدمو الكرواسون تاعنا. تاخذوا موس ولا لا رولات كيما هذه، راح نقطعوا هكذا شوفوا معايا، ونقطع هكذا بهذا الشكل. شوفوا معايا نقطعوا مثلثات هكذا، شوفوا هكذا مثلث للفوق مثلث للتحت هكذا. هذه نفس الشيء. شوفوا معايا هكذا. هذه بعد زيدوا تحلوها وزيدوا تخدموا الكرواسون تاعكم. ها شوفوا ناخذ، شوفوا معايا ناخذ العجينه هاي لك، وشوفوا العجينه تجيكم شغل فيتي. شو هذيك الزبده اللي درناها ودرنا طروا تور سامبل هامليك، تجيكم شغل لاباط فيتي، شغل العجينه المراقه. شوفوا واش ندير. دونك نزيد نحل هذه العجينه هكذا، شوفوا معايا نكسل هذه العجينه مليح. شوفوا هكذا، ونحط كمية تاع الحشو هنا في الوسط هكذا، ونغلق على هاد الحشو بهاد الطريقة. شوفوا معايا هاوليك. هكذا نزيد لكم وحده. قلنا نحلوا العجينه هكذا بالطول، ونزيد نحلها هكذا بالعرض هكذا. نحطوا كميه تاع، قلت لكم الحشو خليوه يبرد باش يجيكم ساهل. شوفوا هكذا، وتغلقوا على هاد الحشو هكذا بهاد الطريقة. هاوليك هكذا، ونحطوا لاباط تاعنا هنا. وقلت لكم في المقادير عندكم هنا حبة بيض كاملة هاي ليك، راح نضربوها. ان شاء الله برك تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه. هكذا ندهنوا كامل الوجه من الفوق بهاد الحبه تاع البيض، ومن الفوق نخلي لكم الاختيار ليكم نتوما، تحبوا ديروا شويه جنجلان، تحبوا ديروا شويه سانوج كيما حبيتوا نتوما. شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقة. قلنا عندنا شوية سانوج وشوية جنجلان.
يلا مشاهدينا الكرام، هذا هو الكرواسون تاعنا كما راكم تشوفوا. راح نكمل انا هذه العجينه اللي قعدت، ما تروحوش بعيد، قعدوا معايا راح نوري لكم احلى تشيز كيك وسهل وناجح 100%، ولكن هذا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات تاعنا راهم حاضرين وجاهزين امامكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه هكذا باش تجربوا هذه الوصفات. الوصفه الاولى كانت عباره عن كرواسون هاوليك امامكم، بعد ما ياخذ اللون الذهبي راح نتخرجوه، شوفوا بهذه الطريقه وصدقوني يخرج خفيف بزاف 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 بزاف. هاوليك شوفوا، هاوليك يخرج خفيف لداخل، يخرج فارغ. قلت لكم الحشو ديروا الشيء اللي حبيتوه نتوما كما تحبوا على حسب الذوق نتاعكم وطيبوه. صدقوني هاد الكرواسون بنين بزاف. والوصفه الثانيه للاسف مازال ما شدتش مليح، هي تشيز كيك، بعد ما قلنا تشد روحها مليح في الثلاجه راح نديمولوها وتزينوها من تحت من الفوق. قلنا بالشيء اللي يكون عندكم، هنا درت شويه تاع كاطو اللي قعد لي وهنا شويه شوكولا بيضاء، والشيء اللي يكون عندكم تقدر تزينوا به التشيز كيك تاعكم وتقدموه. ان شاء الله مشاهدينا الكرام كانت الحلقه تاع اليوم عجبتكم باذن الله، جربوا هذه الوصفات ماكوش رايحين تندموا عليهم. ان شاء الله باذن الله راح نتلاقى بكم غدا، وان شاء الله راح تكون معايا ضيفه راح تجيب لكم زوج وصفات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ينالوا اعجابكم. من لهذاك الوقت مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي وتحيه كل الفرقه التقنيه، وكذلك نحب نحيي تحيه كبيره لخونا وصديقنا حمزه العريبي اللي خوه فتحي العريبي زاد عنده العريبي زاد عنده طفيله اللي اسمها على بركه الله هنا. نقول له التربه في عزكم ان شاء الله، طولة العمر باذن الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، نلقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. من هذاك الوقت تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم، سلام.